علاء شاطر وبيعرف يمشي حاله. هي باينة سلسة جدا بصراحة، بس هي من أكتر الشخصيات اللي وأنا شغالة عليها حطيت فيها مجهود، لأنها مركبة قوي. هي باينة هادية بس في حاجات كتير قوي تحت الهدوء ده. مش عارف أقول لك مين شرير ومين طيب، مش عارفين لغاية دلوقتي. يعني محمد كان بيخدعنا لما عملنا إعلان وراثة، ما في داعي تقوله. فمن أول حلقة مبين إنه هالقصر غريب الأطوار بالشخصيات اللي بتعيش فيه، اللي بدأت تعمل صدمة بين العم منصور السيوفي وأولاد أخوه بعد ما رجع من لندن. كلكم شوية عجزة فشلة متدلعين. هو شخص صاحب وجه بلاستيكي كده قاسي، بس مش باين عليه حاجة. والغرابة والغموض كمان بتكمل بشخصيات الأخوان الثلاثة اللي الواضح إنهم ما راح يتفقوا أبداً. شخصية معقدة جداً، هي شخصية صعبة قوي، لأن هو بيمر بأحداث بتغير في مفهومه عن الحياة عموماً وعن أهله وعن كل اللي حواليه، فبنعيش معاه بقى رحلته من أول. هو ليه شكله عامل كده؟ ليه اتغير بالشكل دوت؟ وإيه اللي خلاه يتغير بالشكل ده؟ الكرة اللي جواه ملوش حدود. أبوهم توفى والقصر ده بتاعهم. كل واحد في الشخصيات، كل واحد فيهم واخد خط مختلف، كل واحد فينا في حتة، وده اللي بيخلق صراع طول الوقت وبيخلق بيننا مشاكل وصراعات. يعني أعتقد أنها ممتعة قوي. يعني حضرتك بتقول إننا ملناش نصيب في تركة أبونا؟ وطبعا مثل ما صار معروف، المشاكل كلها على هالقصر، واللي بيحركهم هو الأب فهم السيوفي، الشخصية المفقودة من أول العمل. هو اللي محرك الأحداث كلها. انت طول الوقت وانت قاعد بتتفرج فهم السيوفي ده في دماغك، في اللي عمله في الناس كلها. وتلت العماله هنستغنى عنه، مش عايز اسمع نفس. لكن هالالغاز ما راح تنكشف الا من عند مدبر المنزل شفيع. زي ما تقول هو تقريبا الصندوق الاسود بتاع كل الشخصيات والاحداث. عارف صندوق الاسود بتاع الطياره لما تقع؟ بالظبط بالظبط كده. هو مطلع وحافظ وكاتم كل أسرار العيلة دي. أما الطريقة الثانية اللي هتبدأ تكشف بعض غموض المسلسل، فهو المصور منير. هيحصل زي حفلة أو نوعا ما تجمع، وهيصور عنده صور، هيبقى عنده هو جزء من خيوط الأحداث اللي لها علاقة بالمسلسل. منير ده بقى يبقى أخوها من أم تانية، مصوراتي وعنده استوديو في سليمان باشا وبتاع ستات جدا. وبعيد عن كل هالصراعات، ما نقدر نكون بكواليس مسلسل قصر النيل وما نحكي عن الأزياء، الحركة وطريقة كلام بنات العيلة. جابوا لنا حد للإتيكيت، إحنا البنات إزاي ممكن ناكل على السفرة، ممكن نشرب القهوة إزاي، نقعد إزاي على الكرسي، نمشي إزاي، نقف إزاي. الحاجات دي كلها طبعا مختلفة خالص عن دلوقتي. طريقة الكلام في ألفاظ كتيرة كانوا بيستخدموها ساعتها غير اللي إحنا بنقوله دلوقتي. أو فاكرين قريبتك شويكار هتحميهم؟ وهي شويكار هتحمي مين ولا مين؟ والتعب كمان كان واضح بالبوسترات وطريقة تصوير النجوم اللي كانت قريبة لهالحقبة. احنا بيبقى فيه البوسترز تبقى مختلفة شوية، علشان بيبقى أوريدي فيه ديكور لو احنا هنصور حاجات اون سيت او لو هنصور باك دروب، بس عشان بيبقى فيه ساعات حاجات بتتعمل القنوات عشان تتفصل. فلما بيبقى فيه لوكيشن بنحضر بقى وقتها، بعرف الشخصيات، بروح ممكن اتفرج شوية على الاديت، ابقى شايفة المود والألوان. وهالاختلاف لفت انتباه الجمهور، كيف قدروا صناعه يدققوا على كل هالتفاصيل مع عدد كبير من النجوم. المسلسل صعب جدا، سبيشالي ان احنا في فترة قديمة. احنا دايما دايما بصراحة مشيش بيحرص على الناس اللي هيختارها كويس قوي، بيشتغل على الباقة كلها زي ما بنقول، باقة الورد هي باقة العمل. فلأ قعدنا كتير قوي بصراحة علشان نعمل كاست محترم ونجيب الأساتذة الكبار اللي بيشتغلوا معنا. خلي بالك من الكل يا فوزي، احنا مساكين بس يتخاف مننا.